صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. يا رب يومكم كلكم يكون جميل ويومنا جميعا يا رب، ويرزقنا ويحقق كل أمنياتنا. هنفكر مع بعض النهاردة نعمل إيه. أنا لسه بفكر، لسه ما جبتش حاجة، بس بصراحة أسهل حاجة ممكن أجيبها النهاردة وهتكون أكلة خفيفة ولطيفة، يعني إن أنا أعمل كبدة متشوحة في السمنة عادية، كبدة محمرة، وهعمل معاها لو في قلب وكلاوي. انا من الناس اللي بتحب القلب والكلاوي، في ناس مش بتحبهم، فالناس دي ممكن تكتفي بالكبدة البقري بس. يعني هعمل جنبها ايه؟ هعمل جنبها مكرونة بالصلصة الحمراء، هي دي انسب حاجة بتتعمل جنبها عشان الاكلة دي تبقى مكتملة العناصر. انا بفكر اعمل جنبها شوربة خضار وطبق سلطة، وكده اظن تبقى اكلة حلوة قوي قوي قوي، وكفاية جدا جدا جدا، واعتقد مفيش داعي نكتر اكتر من كده. على السريع كده هندردش مع بعض بسرعة. اكلة زي اللي انا بقولها دي سهلة جدا جدا، طبق سلطة، مكرونة بالصلصة، كبدة متحمرة في السمن، كل ده سهل جدا جدا. شوربة خضار سهلة، بس مش معنى كده ان انا ممكن ما اشتريش حاجة زي كده من بره البيت. مش معنى كده ان انا ممكن ما اعتمدش على حد ان هو ممكن يساعدني ويعمل لي الاكل ده. في ناس واخدة على كرامتها قوي موضوع ان انا اشتري اكل من بره، في ناس معتبراه ان هو ده بيقلل مني انا كست بيت، وان عيب ان انا اشتري اكل من بره ده معناه اني ما بعرفش اطبخ. لاحظت الموضوع ده من خلال مكالمات العملاء بتاعتي، لما بلاقي عميلة تتكلم تقول لي انا على فكرة بعرف اطبخ. هو انتي مش مطلوب منك ان انتي توضحي المعلومة دي لأي مطعم او كيتشن انتي بتكلميه، الا لو انتي عايزة تفهمين ان انتي بتنظري عليه، دي قصة تانية، ده كده انتي مريضة نفسيا. لكن انتي لو بتقولي الكلام ده من باب انك بتدافعي عن نفسك، انتي مش مطالبة بده. المكان اللي بيعمل اكل ويبيعه، سواء مطعم سواء كيتشن سواء سوبر ماركت، هو من مصلحته ان حضرتك تعتمدي عليه وتشتري. فانتي ليه بتبرري وليه بتقعدي تستهلكي وقتك ووقت اللي بيكلمك في ان انتي تحكي حكاية ان انتي بتعرفي تطبخي؟ مش عيب خالص ان انتي تكوني، سواء اول نقطة إن لو انتي ما بتعرفيش تطبخي مش عيب على فكرة. يعني هو دي كون ان انتي بتعرفي تطبخي او ما بتعرفيش ده مش هيدخلك الجنة. يعني انتي مش هتقفي على باب الجنة هيقولوا لك لا انتي ما كنتيش بتعرفي تطبخي في الدنيا فمش هتدخلي الجنة. ما ده مش هيعيبك خالص، مش هيعيبك في وسط الناس. انتي ممكن تكوني مش بتعرفي تطبخي بس بتعرفي تعملي حاجات تانية اهم من الطبخ، عادي جدا، ما فيش اي مشكلة خالص، فما تاخديهاش على كرامتك. تاني حاجة، حتى لو بتعرفي تطبخي مش عيب انك انتي تكوني بتجيبي بعض الاكلات من بره. في اكلات ممكن اكون انا مش بعملها باحترافيه زي الناس اللي بيعملوها بره. في اكلات بصراحه انا ما بحبش بيتي يتبهدل بيها، يعني انا واحده من الناس، السمك المشوي ما فيش اسهل منه، بس انا ما بحبش اعمله في البيت، ما احبش اظفر ريحه البيت، وما احبش اعمل وما يعني لا، ما بصراحه بحبه اكتر من بره. مش معنى كده ان انا ما اعرفش اعمله، ومش معنى كده ان انا لو عملته هيطلع وحش، ومش معنى كده، بس عادي جدا. وساعات بتبقى اكله بسيطه جدا سهل ان انا اعملها. يعني مثلا احنا هنتكلم على البطاطس المحمره، هي البطاطس المحمره دي مستاهله ان حد يشتريها من بره؟ ومع ذلك هي اعلى مبيعات في اي مكان، الناس كلها بتدخل اي ساندويتش بتجيب جنبه بطاطس محمره، اي وجبه بتاكل جنبها بطاطس محمره. هي دي اكله تستدعي ان حد يشتريها من بره اصلا؟ بلاش الحساسيات. لو انتي كل ما هتكلمي كيتشن تقولي لهم اصل انا بعرف اطبخ من باب ان انتي بتدافعي عن نفسك، ما تدافعيش عن نفسك، عادي خالص، دي حاجه ما تسقش ليكي ولا تقلل منك. لو من باب ان انتي بتنظري بلاش قله ادب، لان كده هيبقى عيب، انتي كده بتهيني الناس اللي انتي بتكلميهم، بتهيني الشخص اللي بيرد عليكي، بتهيني المنظمه او المطعم اللي بيكلمك لو انتي بتقوليها لهم بهدف الاهانه. فبلاش، يعني بلاش أمراض نفسية وبلاش تطاول وبلاش تجاوز. تعرفي تطبخي لنفسك، ما تعرفيش تطبخي لنفسك. لو انت شايفة انك بتعرفي تطبخي وتنظري على الناس، ما تتصليش، ما تمديش ايدك على التليفون وتكلمي حد تطلبي اكل من بره. استحملي بقى، ولو تعبانة قومي اعملي اكل، ولو فيكي ايه قومي اعملي اكل، ولو عندك عزومة عذبي نفسك ما دام انت مريضة نفسيا، كملي بقى باقي المرض النفسي بالعذاب زي ما انت عايزة.
ميرسي قوي للي تابعني لاخر الفيديو، وطبعا انا اسفه لو كلامي جرح المرضى النفسيين، انا عارفه دول لهم الله، بس لازم نقول الكلام ده عشان عيب، وعشان في حاجات لازم تبقى واضحه. عادي جدا ان انا كل اللي بيتصلوا بمطاعم وبيجيبوا منها اكل دول مش ناس وحشين، بالعكس خالص. ان شاء الله يومكم يبقى جميل، وان شاء الله اللي هيعمل اقتراحاتي بتاعت النهارده الف هنا وشفا، واللي عنده اقتراحات تانية الف هنا وشفا برضو.